أن تكون زعيماً لكوريا الشمالية فالأمر يتطلب مواصفات خاصة ليست بالضرورة سياسية أو أكاديمية بل جسدية. فكيم جونغ أون مسح الرشاقة من قاموس الزعامة في كوريا الشمالية ليفسح المجال أمام الأجسام الممتلئة تماماً مثل جسمه، وأي جسم غير مشابه لجسم أون سيكون مصيره الإخفاء والتهميش وإن تعلق الأمر بنجله. هذا ما كشف عنه تشوي سو يونغ المسؤول المتقاعد من جهاز المخابرات الكورية الجنوبية، الذي قال إن لكيم ابناً لكنه شاحب ونحيف ولا ينسجم مع الأذواق في كوريا الشمالية، لذا يتم إبعاده عن أعين الجمهور. الولاء للأجسام الممتلئة تقليد متوارث في كوريا الشمالية، فبالنسبة لزعماء كوريا الشمالية فإن الشبه مع كيم إيل سونغ مؤسس البلاد صاحب الجسم الممتلئ يعد شرطا أساسيا. وعكس نجله المزعوم فإن ابنته كيم جو آي حلفها الحظ واستوفى وزنها شروط الزعامة في كوريا الشمالية، فكان لها أن أصبحت الذراع اليمنى لوالدها، بل إنها باتت الوريثة المحتملة لوالدها حسب جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي. والأكيد أن أي تطلع للابن المزعوم لكيم في اعتلاء كرسي الرئاسة في كوريا الشمالية سيتطلب منه فتح شهيته للأكل وتعلم الجلوس على طاولة الطعام قبل تعلم الجلوس على طاولات الحوار. وسام الذهبي، العربية.